رابي بديرخ ال 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 الهمزمته بتخيادة بت بت بتأمتن بت بت إنه هو يخاء خرطة إثوان الخبو قارم رم ديرخ لديئي وبت زدقن برنساية زدقن إدارية حقوقنا الإدارية رابي أدي جو أخدانة كردستان هل أخني أخ أمتا أورخ بدي قاعدة إنه الحزب الحاكم تيشقي من قرذاي مثلا أمرخ أحزاب كردستانية حزب الحاكم ما صاع ومتى إن بيا حتى من أمتن كليت لا حزب ماني حزب إليه إن قلت لي هيمانوثا بأخوثا وبشوتبوثا شراكة وقلت لي إقارة قصويانة وإرادة مقابل لي قبل يعني أمي كل ما تزورتها يعني أمتا زورتها يعني أمتا رفا قلت لها صويانة خيرة إرادة حرة أم قبيالي ماني لمختار دي ماني لعضو مجلس بلدي دي ماني لعضو مجلس الوطني دي أو عضو برلمان دي إن أن لهاوي مناي لفتها ما لا خيروثا ولا إقارة لبرناشا إن لث إقارة لا صويانة خيرة برناشا شو إقارة قدو برناشا لث وليل لث شو كرامو برناشا إلي خناشا تبا ريقا نطالي إبه مقبيل المتيلة قدو النبخيلة قدو زوز بيوي أنا ليه مدوقي لا من مبادئ الديمقراطية لا من شفافية لا من حكومة رشيدة لا من خوثة لا من ديمقراطية من شو ليه مدوقينا أنا مدي أنا لين قبيلة ولا قبل خلاي إن خكمة قبل القناية هوا بشطها إيذاي أخي لا قبل خلاي أخني رايش قبيلة قاني قال خيخ كرامو برناشا رامو شويوثة أنا قلت لي خسامة خوري شواوي قلت لي تشمو تشي تشا إن أخا إلى دي دلمنتا فقصة مر إنه حزب الكبير أو جباجورا متولة ماني باي من لباي أو ما سي متولة إن أجي أنشرت الديمقراطيوثة وأخوثة وشريكوثة وشوتاكوثة لنا تياشا ديمقراطية آي لقد خبرناش مقابلة قيومة جاندية أجي إن أمت ربثة فرضالي بريشي قيومة من أنا قلت لي إرادة من أنا قلت لي شو قيومة تامة قيومة دو جبخين للقاوي للي قيومة أمتي كسلدية جو حكمه فاو خلل لخل جو جو امرخ له جو هونا جو عقليه هل انه برخ من دن فيروسات النظام الخمسه شمولي وبشخ فعلا اخواته جو بنيته ميقرخ اراده اقذاذي ميقرخ توديثه ومردود اقذاذي ان لا ان مقر ان دقل بيت اقذاذي بيش يخلينا بنيته بيش الى فعلا ديمقراطيه متحققه ان لا الدار خيخته المربع الاول باقي بتوي سنيته توي لبس يموثه تو يشعر بالغبن والظلم والتعدي والتفرقه وكل من ديانه يعني للديمقراطيه يعني للشرير كوثا للشوت بوثا مجرد خائل غورا او متو او مقيم او منبل وخرثة اخني عماديا الى حقيقه ايوخ بدنا شمان بريشه بريشه وخا امتا كلدايا سوريايا اثورايا وطوائف رابي رابي مبخلت لي بشغلك من مخكاضر بسيمه خا كليتا زرتا خزيانا شغلك كليتا زرتا ودير اخ اللوخون